استعرض الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام عارف عوض الزوكا في اجتماع لعدد من قيادات القطاع النسائي والقيادات النسوية لفروع المؤتمر في بعض المحافظات إلى الإجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر، مؤكدا ضرورة أن تكون مشاركة المرأة في هذه الذكرى متميزة. رأس الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ عارف عوض زوكا اجتماعا لعدد من قيادات القطاع النسائي والقيادات النسوية لفروع المؤتمر في بعض المحافظات بحضور الأمين العام المساعد للمؤتمر الأستاذة فائقة السيد وعضوي اللجنة العامة فاطمة الخطري ووفد دعيس وعضو الأمانة العامة الدكتورة حنان حسين. وفي الاجتماع أشاد الأمين العام بصمود النساء اليمنيات في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر لدول تحالف العدوان بقيادة السعودية ضد الشعب اليمني، مشيرا إلى أن معظم ضحايا قصف الطيران هم من النساء والأطفال، وهو ما يعكس الحقد لدى قوى العدوان ضد الشعب اليمني. وجدد الزوكا موقف المؤتمر الشعبي العام المقاوم والمناهض للعدوان والحصار كونها مبادئ ثابتة ينتهجها المؤتمر وقيادته، ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام. وفي الشأن التنظيمي أشار الأمين العام إلى أهمية تفعيل جهود القطاع النسائي في المؤتمر سواء على مستوى الأمانة العامة أو على مستوى فروع المؤتمر في المحافظات فيما يتعلق بالأنشطة التنظيمية وتنفيذ عملية التنسيب والاستقطاب إلى صفوف المؤتمر الشعبي العام في أوساط النساء وخاصة الشابات بما يؤدي إلى رفض المؤتمر بدماء وكوادر جديدة. كما استعرض الزوكا الإجراءات الخاصة بالإعداد والتحضير للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام في 24 من أغسطس المقبل، مؤكدا على ضرورة أن تكون مشاركة المرأة في هذه الذكرى متميزة سواء على مستوى الترتيب أو على مستوى الحشد للمهرجان الجماهيري الذي سيقام في ميدان 70 بالعاصمة صنعاء يوم 24 من أغسطس المقبل. وأكد ثقته بأن المؤتمريين والمؤتمريات وحلفاء المؤتمر وأنصاره سيكونون عند مستوى هذا الحدث كما تعودنا منهم دائما في الالتفاف خلف قيادتهم ممثلة بالزعيم علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام، وإثبات مدى ولائهم الوطني والتنظيمي دائما وخاصة عند الأحداث الكبيرة وبما يجسد مواقف المؤتمر الشعبي العام في مواجهة العدوان الغاشم والإرهاب والاحتلال والدفاع عن الثوابت الوطنية. ودعا الأمين العام النساء المؤتمريات وحلفاء وأنصار المؤتمر إلى الاحتشاد الكبير في ميدان 70 في العاصمة صنعاء يوم 24 من أغسطس المقبل في المهرجان الذي سيقام للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام. من جانبها تحدثت الأمين العام المساعد للمؤتمر الأستاذة فائقة السيد عن أهمية الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر في 24 من أغسطس باعتبار ذلك تجسيدا لمواقف المؤتمر في مقارعة العدوان والحصار وثبات مواقف المؤتمريين والمؤتمريات في الانحياز إلى صفوف الشعب والوطن. واستعرضت السيد أهمية مشاركة المرأة في هذا المهرجان وبما يعكس الصورة الحقيقية للنساء اليمنيات ودورهن في العمل الوطني بشكل عام والعمل السياسي المؤتمري بشكل خاص. هذا وقد ناقش الاجتماع عملية التهيئة والإعداد والتحضير للاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر والمهام الموكلة للقطاع النسائي في المؤتمر الشعبي العام سواء على مستوى دوائر الأمانة العامة أو على مستوى فروع المحافظات والدوائر والمديريات، مستعرضا الأفكار والمقترحات التي قدمت في هذا الجانب من قبل عدد من القيادات النسوية. هذا وقد أقر الاجتماع تشكيل عدد من اللجان النسوية التي ستتولى مهام الإعداد والترتيب لمشاركة النساء المؤتمريات في الاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر في 24 من أغسطس المقبل من خلال المهرجان الجماهيري الحاشد الذي سيقام في ميدان 70.